هل بتعتقدي بأن الوالدين لازم يأخذوا دورات تدريبية بشكل دوري في التربية؟ أكيد لأنه زمان كانت الأم والأب الأم والست يعلموا أولادهم كيف يربوا أولادهم. اليوم الصبايا كلها بتشتغل وكلها بتروح على الشغل وشي مجبورة تأخذ دورة. تعتقد أنه الوالدين أو لازم يأخذوا دورات تدريبية بشكل دوري في التربية؟ أكيد لا. ليه؟ لأنهم والدين. يعني هذا مأخذ في المرض تأخذ دورة عشان تربي أولادها؟ والله ليش خليك عشان تعرف كيف هي تتعامل مع أولادها. أكيد طبعا. إنه الطفل هو المجتمع، لما يكبر رح أسس مجتمع، رح أسس عائلة. لا لا، هم ربونا، أهلنا على راسنا، هم يربونا، هم الكبار العائلة ولهم خبرة أكيد بالولاد. ممكن ما يكون عندهم خبرة، إذا أخذوا دورات رح تكون تربيتهم للطفل أفضل بكتير. تعتقدي بأن الوالدين لازم يأخذوا دورات تدريبية في التربية بشكل دوري؟ ما هو إذا أول إشي إذا كانوا الأم أو الأبو هن متربين حسب الربا كيف العادات والتقاليد عندنا في وسطنا العربي، بيطلعوا متربين على الربا تبع أجدادهم. أما في البنات اليوم لا، مش كيف كان زمان. زمان كان الأكثر الربا أكثر وكان إعطاء للولد أكثر، اليوم عم بعطوه عم بيطلع مدلل مش عمال بيستوعب حتى شو عم بيعمل. إذا الأب والأم حاولوا ياخذوا دورات يعني انه يعرفوا كيف يربوا اولادهم بكون طبعا افضل لهم. اذا الاهالي ما عرفت تربي اولادها يروحوا يتدربوا هم عشان يقدروا يربوا اولادهم، لانه احنا جيل الكمبيوتر، فابنك ايش ما تعملي له ما بكفيه، بيطلع فاسد.